قلة الأمطار وانحسار الغطاء النباتي فضلا عن محدودية المساحات المزروعة تسببت في تكرار حدوث العواصف الترابية في أرض السواد. 15 شجرة، هذا ما تحتاجه بلاد الرافدين لتأمين غطائها النباتي يقضي على التصحر ويحد من العواصف الترابية. الوصول لهذا الهدف بحاجة لتضافر جهود جميع الجهات المعنية، سيما وزارة الزراعة وأمانة بغداد اللتان تدعمان إنشاء الأحزمة الخضراء من خلال توفير الأشجار المعمرة مجانا. من خلال إحصائية فإن مساحة الأراضي المهددة بالتصحر تجاوزت 93 مليون دونما، مما يشكل أكثر من 53% من مساحة العراق الكلية. ونظرا لما يعاني منه البلاد من تغير مناخي وجفاف وصل ربما إلى 60%، أطلقت قبل أيام حملة تشجير في جميع المحافظات لتقليص مساحات التصحر. تهدف الحملة زراعة 5 ملايين شجرة، لكن تمت زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة مختلفة الأنواع، ما يعكس وجود اندفاع لإنجاح هكذا حملات. فهل ستلبي الحملة الطموح للحد من التصحر وتقليل التأثر بالتغير المناخي في بلاد السواد؟